بهجة يعني، صادرات مصر السلعية بتتجاوز في أول 7 شهور 24 مليار دولار، وده رقم يعني حلو وفقا للمقارنة بالعام الماضي، لكنه أقل من طموحات. 24 مليار دولار في أول 7 شهور، ويعني الصادرات السلعية مش البترولية، ده في أول 7 شهور. فأعتقد إن ده رقم يعني بيؤكد إن إحنا نقدر، لكن طموحنا أكبر من كده بكتير. وأنا فاكر ده السيد الرئيس كان بيقول إن إحنا عايزين نصدر ب 100 مليار، ده هو في نص سنة صدرنا ب 24، يعني أقول على آخر السنة نصدر ب 50، يبقى إحنا 50% من طموحاتنا، عشان بس نبقى عارفين كده. وده مش مسؤولية حد، مسؤولية المجتمع كله، لأنه إحنا بين الدولة والحكومة ووزارة التجارة ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة، دول بيسهلوا الإجراءات وبيصنعوا ويشوفوا المادة ويشوفوا المنتج بتاعنا وغيره. المجتمع نفسه لازم يبقى فيه ثقافة التصدير عشان نوصل ل 100 مليار في 2030. أعتقد إن إحنا يعني لابد إن إحنا يعني السنة دي إن شاء الله متوقع ده في 7 شهور عملنا 24 مليار. يعني أنا بتوقع إن شاء الله نوصل ل 50 يا رب إن شاء الله على آخر السنة. برضو مصر بتقتنص أكتر من 75% من تدفقات الاستثمار في إفريقيا. كل دولار بيجي في إفريقيا استثمار، مصر بتاخد 75 سنت منه. الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة للعام الثاني على التوالي. ده بيانات رسمية قالت إن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات من دول شمال إفريقيا. طبعاً مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، فطلبت مصر معاملة تفضيلية في الواردات، حيث إن هي بتستورد يعني أرقام تصل ل 9 مليون طن سنوية، تنتج 9 مليون طن وبتستورد حوالي 10 أو 11، يعني إحنا تقريباً بننتج نص احتياجاتنا من القمح وبنستورد النص الثاني، فالنص الثاني ده 10 مليون على الأقل. ده بيخليني بيحطني على قمة الدول المستوردة، فبالتالي ممكن أفرض على الناس اللي بيوردوا لي قمح معاملة تفضيلية.